هذه القصيدة مهداة من الشاعرة بنت الشمال إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ ووالدته المصونة حفظها الله وأطال في عمرها. يا تركي آل الشيخ ليس بك دار، تكفى يا أبو ناصر ولا يضيق الصدر، واللي تعدوا بجنابك وش تمر ذو عذالة وانت من علي قدر، ترعرع ضحك السفالة والغدر، ابقهم بالواطي وجمهور قدر، ابقهم بالواطي وجمهور قدر، دعمتهم بالمال والدار اشتعل، وخليت للكورة إثارة في مصر، يا كثر ونعم الذكر.